ومكملين معاك والأخبار والفعاليات المختلفة اللي في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، وزي ما قلنا هي متنوعة فنية وثقافية ومسرحيات وغيرها، وكل الفعاليات دي في داخل المدينة التراثية بالعالمين واللي فيها معالم كتير زي المسرح الروماني ومجمع تجاري سكني وهو عبارة عن طابع أو شكل مدينة الإسكندرية القديمة. المدينة التراثية في العالمين الجديدة بتقدم خدمات مختلفة اتكلمنا عنها على مدار حلقاتنا، وده في مكان واحد مكتمل الخدمات، بتمتد على مساحة 260 فدان، وإجمالي عدد المنشآت فيها حوالي 70 منشأة، فيها بحيرة رئيسية وحديقة مركزية، كمان مباني تجارية وفندقية في الحي القديم ومجمع للسينمات. هنتعرف أكتر على المدينة من مراسلنا محمود جميل. مساء الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بيكم من مدينه السحر والجبال، من مدينه العالمين الجديده. لازلنا بنتابع معاكم الاجواء الجميله المبهجه في مهرجان العالمين الجديده، والاماكن كمان اللي بتستضيف فعاليات المهرجان المتنوعه الفنيه والثقافيه. والحقيقه احنا موجودين في مكان من اهم الاماكن الثقافيه اللي موجوده في مدينه العالمين الجديده، المدينه التراثيه. المدينه التراثيه بتستضيف عدد كبير جدا من الفعاليات الثقافيه والفنية بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لكن الحقيقة إحنا لما جينا مدينة العالمين الجديدة انبهرنا بمدى التصميم اللي تصممت به المدينة والشكل الجميل اللي موجود بيها، سواء في المسرح الروماني أو حتى في مباني السينما اللي موجودة، وأكيد في أماكن ترفيهية تانية ومباني تانية داخل المدينة التراثية. هنعرف كل التفاصيل دي من ضيفتنا العزيزة المهندسة سارة فضل، مدير المكتب الفني بالمدينة التراثية. برحب بحضرتك يا باشمهندسة وأهلا وسهلا بيكي. ويمكن الأول عايز أسأل حضرتك عن المدة اللي تم استغراقها في الوصول لهذا الإنجاز الكبير الضخم وكمان التصميم الفريد من نوعه. طبعا المشروع كان متقسم تو فيزز، كان في فيز 1 دي كانت مسؤوله عن الخرسانات، فيز 2 ده مرحله التشطيبات، بقالنا تقريبا فيها تقريبا 3 سنين. المشروع طبعا هو متكون من كذا مبنى، من 14 مبنى. انا هتكلم طبعا عن السكوب الخاص بشركتي، هم 14 مبنى رئيسي و14 مبنى خدمي. المباني الرئيسيه زي مجمع السينمات، هم يعتبروا 5 مباني اللي احنا واقفين فيه، وفي المسرح الروماني، وفي كنيسه ومكتبه واوبرا ومتحف، ارض المعارض، مجموعه يعني مختلفه من المباني سواء ترفيهيه، وفي طبعا المبنى الاداري الرئيسي بتاع مدينه جهاز مدينه العالمين. احنا عندنا المساحه الكليه قد ايه للمدينه؟ المشروع كله على 260 فدان، السكوب الخاص بالشركه بتاعي في 124 فدان. احنا شايفين طبعا من خلفنا المسرح الروماني العظيم، ومن امامنا طبعا مجمع السينما. عندنا مباني كتيره موجوده في المدينه التراثيه، لو تكلمينا عنها بشكل اكبر. المباني التانية طبعا في مبنى الكنيسة، طبعا ده عبارة عن مجموعة من التشطيبات والتفاصيل المعمارية الرائعة. في مبنى الأوبرا ده لسه ما دخلناش في التشطيبات الداخلية، بس التشطيب الخارجي طبعا في كمية من الماتيريالز مختلفة، وطبعا هو المشروع كله عبارة عن تفاصيل معمارية كلها بترجع للتراث القديم، شغل الجي ار سي والرخام وشغل الألمنيوم. طبعا في مبنى أرض المعارض ده فيه 6 قاعات كبيرة جدا، ده يعني مبنى مصغر شوية من مبنى أرض المعارض الموجود في القاهرة. وفي مبنى تاني تنمية المهارات، ده عبارة عن قاعات يعني فيها وركشوبس كرافتنج وفيها برضو مكان ترفيهي يعني. بس دايما الاماكن التراثيه والثقافيه بتكونوا حريصين ان يكون في بعض المباني الترفيهيه اللي موجوده طبعا عشان تقدم كل الخدمات الترفيهيه، خاصه بالتزامن مع مهرجان العالمين الجديده. فلو حضرتك تقول لنا ايه المباني الترفيهيه اللي موجوده في المدينه التراثيه؟ في
طبعا نمره واحد هو مسرح روماني، وده فعلا بدا فيه الفعاليات بتاعه العالم مهرجان العالم عالمين. طبعا ثلاث مباني فيهم 9 قاعات للسينما، وفي مبنيين تانيين دول فيهم خدمات للقاعات بتاعه السينما، دي خدمه ليهم. في مبنى طبعا المكتبه، ده برضو مش ترفيهي بس يعني بيقدم خدمات برضو جوه البروجكت. في أرض المعارض، ده في قاعات ليها كذا استخدام سواء كمعارض أو في مثلا زي الإيفنت اللي جاي ده مكان للجيمز المختلفة يعني. في كمان تنمية المهارات بس ده لسه ما تشطبش الداخلي بتاعه. في تاني الناس هتيجي وتنبسط، يعني مجال ثقافي وكمان ترفيهي. اكيد طبعا اكيد طبعا. والمسرح زي ما بقولك هو يعتبر اكتر مبنى في البروجكت بدأ فيه الفعاليات دي. انا ملاحظ كمان ان في اهتمام برضو باعمال اللاندسكيب والمساحات الخضراء، فيعني في حاجه كده حاله حلوه موجوده في المدينه التراثيه فيما يتعلق بالمساحات الخضراء. طبعا السكيل بتاعها كبير جدا، وفي اماكن زي مثلا المكان اللي احنا موجودين فيه اماكن كتير فرنيتشر كتير موجود في الاوت دور بره. لسه برضو في خدمات تانية اكيد هتتضاف علشان تقدر تخدم العدد الكبير اللي يقدر يستوعبه المكان يعني. بالمناسبه دي عايز اسالك بقى، يعني رايك في جو العالمين الجديده واجواء مهرجان العالمين، وان كمان المدينه التراثيه تستضيف الفعاليات دي في النسخه التانية للمهرجان؟ لا طبعا، اخر كام سنه في الساحل في تطور رهيب، وخصوصا المهرجان اللي بيتعمل ده طبعا يعني العالمين من كام سنه لا مختلفه تماما. دايما بيقولوا من ارض الالغام لارض الانغام، فلا في اختلاف طبعا رائع وباين، والمهرجانات عامله طبعا اكتيفيتيز مختلفه، وناس كتير بتيجي تشوف ايه العالمين من بره مصر كمان، ايه العالمين اللي بتتكلموا عنها او ازاي وصلت للي احنا فيه ده. فلا طبعا مكان رائع وفيه تطور بشكل سريع جدا جدا يعني. شوف شغل جامد من المكتب الفني الفترة طبعاً الجاية. طبعا ان شاء الله، طبعا اكيد. إن شاء الله. انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا مهندسة سارة فضل مدير المكتب الفني بالمدينة التراثية، شرفتينا. شكرا ليكي، ميرسي. يعني زي ما تابعنا مع حضراتكم كم التفاصيل اللي موجودة في المدينة التراثية اللي بتقام على مساحة 260 ألف فدان. الحقيقة مجهود جبار تم الانتهاء منه في وقت قياسي علشان المدينة تظهر بالصورة الجميلة لكل الزائرين في فعاليات مهرجان العالمين. وكلنا شفنا المسرح الروماني اللي استضاف حفل الفنان الكبير مدحت صالح، وكمان الفعاليات المستمرة والحفلات الفنية اللي هتكون موجودة على المسرح الروماني، بالإضافة إلى مجمع السينما والمكتبة والمعارض الثقافية وبعض المباني التانية اللي هتكون موجودة. الحقيقة يعني كل الناس اللي هتيجي مدينة العالمين هتستمتع بكل الأماكن اللي هيكون فيها فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وأكيد لسه هنكون معاكم في فعاليات تانية من مهرجان العالمين الجديدة.